المبحث الرابع إثباته معاني الأسماء والصفات وتفويضه كيفيته كيفيتها إلى الله جل وعلا مالك ما تعبني يعني كيغا الله ما قام قتوني أرى تغني ني سبت أغير ما قام قتوني كوبن رودو الله تي مغيرا مغيرا أور سميع بصير عليم قد كوسو ني سبت نعم غير الله ليس كم شيء هو سميع بصير أنت فومو مغيني أور سميع هذا الرد على من على مؤتلة بصير رد على كوبن غيرك نيونكو فقال يا عبد عبد الله الرحمن الرحمن على عرش استوى وركي كفلي الله نور الله سكما كيف استوى فقال مالك الاستواء غير مجهول نورينا اصلا كنت في السر والكيف غير معقول انا كم حقل انت كنت والايمان به واجب ان انت واجب سؤال عنه بدع رايك ان هذا هرب كان ما ورك انت بلا بم نعم في رواية قال ما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع نعم مقام ان رؤيه اتنا يم غير مقام كنت مقام يم نقول يغاتي او على لسان رسول الله ما فعل نين نعم قال الشيخ ابن عبد العزيز سمعت مالك بن انس يقول اياكم والبدع قيل وما البدع قال اهل البدع الذين يتكلمون في اسماء وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة. نعم ما قالوا كي باتي أما تقول لما أنكم كنتم عزيزي سلفي نسيبكم كما قوانا نسيفي كما صحابة نجمع أرتموكم بها ولقد نافك بي ولقد نات يدك يد الله كيدي الله كتي وغي كتي لا الله كتي نسبته على كما صبت لي نفسي الله تي يوسفني وانا سبت قام قال الله سبت لكم قاسفين وغمي لا عندك يا باتي ورى الله سبحانه وتعالى يقى الله قال نفهم دي كيف يجني عقيدة أهل السنة والجماعة الله كتابي فارين سنة سرنا نغون كتكين دائما وعبدا لا دان اندو بدان اندو خرافات اندو كوبل ليس لغانتيا او حاجه كيما نقول نقول جابي قلي ولين كندرس كيف كتكين عقيدة إمام مالك ادو انوان هي تحذير البدعة وادو انوان جاب 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 يونو ادو ما كيف جري الله ما انكتوني ان شاء الله تاخر انتونا مو جري كتابي كوغر فوق بابي مو كيف كيف من ترتيب الخلفاء الراشدين ادو التفاضل كيف جنقا اسف كيف شكما وفقكم الله